وكما تعلمون فإن فترة الحجر الصحي كانت فترة جد عصيبة بخصوص طبيعة الحال هذا الموضوع، لأنه أفرز العديد من الإكراهات من أهمها الحجر الشامل والحد من حركة التنقل، الأمر الذي جعل النساء في فضاء مغلق مع أفراد أسر، مع الأزواج، مع مجموعة الأشخاص الذين بإمكانهم إلحاق عنف بهم بمختلف أنواع طبيعة الحال. كما تعلمون العنف كما حد القانون هو قد يكون عنف بدني، عنف جنسي، عنف اقتصادي إلى غير ذلك. رئاسة الدولة العامة قامت بتتبع ورصد هذه الظاهرة من خلال تقريرها السنوي، وقفت على أنه فعلا كانت طبيعة الحال مؤشرات تدل على ارتفاع حالات العنف خلال فترة الحجر الصحي، سواء العنف الزوجي أو العنف ضد المرأة بصفة عامة. وطبيعة الحال رصدت من خلال تقريرها مجموعة الإحصائيات التي أعطيكم مثال سيدة مثلا في هذا السرد، أنه تم رصد مجموعة 10206 شكاية خلال الفترة الفاصلة من بين 20 مارس 2020 إلى 30 يونيو 2020 بالضبط، هنا خلال فترة الحجر الصحي. وهذا الشكايات تم بالضبط على إعطاء اتجاه القانوني في مجموعها، وسطرت متابعات في مواجهة أشخاص الذين قاموا بتوجيه العنف ضد النساء في هذه المرحلة. ثم باقي الشكايات خذت مسار القانوني ديالها وتمت دراستها طبقا لما يقضي به.